السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الكونتنتس او المحتويات الخاصة بمنهج كونكت بلس برايمري 1، كونكت بلس الصف الاول الابتدائي. وطبعا ده فيديو تعريفي بمنهج كونكت بلس برايمري 1 ترم 1 او الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اصحابي، اصدقائنا اللي كانوا معانا في كونكت بلس السنين اللي فاتت لسه مكملين معانا، مش عايزين ننساهم. اولهم طبعا صديقتنا النحلة النشيطة، النحلة بيزي بي. وتاني شخصية معانا مكملة معانا السنة دي هي هاني وهنا وأميرة ويوسف، هما دول أصحابنا اللي معانا في الترم الأول إن شاء الله، وطبعا هما هيكملوا معانا السنة دي. وأول حاجة موجودة في الكونتنتس أو المحتوى الخاص بالترم الأول، Let's remember أو دعنا نتذكر. طبعا هنراجع في الجزء ده على الحاجات اللي احنا خدناها السنة اللي فاتت، هناخد بعض الأمثلة البسيطة نحلها مع بعض، وبعدين هنبتدي نشرح المنهج الجديد. عندنا محورين في الترم الأول أو two themes. theme 1 أو المحور الأول اسمه who am I، من أنا، من أكون. who am I من أكون، أنا مين، بيكلمك عن نفسك. والمحور ده جميل جدا، بينقسم الى 3 units او 3 وحدات. طبعا زي ما قلنا الترم الاول فيه 2 themes او محورين، كل محور فيهم فيه 3 units او 3 وحدات، يعني الترم الاول فيه 6 units او 6 وحدات. unit 1 يا اصحابي اسمها this is me، هذا انا. وطبعا اليونت دي يونت جميلة جدا، بتكلمنا عن نفسنا، بتخلينا نتعرف على نفسنا اكتر، خلينا ازاي نقدر نعبر عن نفسنا ونشاور كمان على الحاجات اللي حوالينا، ونقدر نتكلم عنها بشكل سليم in English language او باللغة الانجليزية. يونت 2 يا اصحابي اسمها in my classroom، في صفي، في الفصل بتاعي في المدرسة، in my classroom. وطبعا اليونت دي يونت جميلة جدا، بتكلمنا عن المدرسة بتاعتنا وعن الكلاس روم بتاعنا او الصف بتاعنا، والادوات اللي احنا بنستخدمها في الفصل بتاعنا، والتيتشر بتاعنا او المعلم بتاعنا، هنتعلم فيها حاجات جميلة جدا ليها علاقة بالمدرسة. يونت 3 يا اصحابي اسمها in my community، في المجتمع بتاعي، في المجتمع اللي انا عايش فيه، في المكان والمدينة اللي انا عايش فيها. والكوميونيتي طبعا بيبقى هو المكان اللي حوالينا او المجتمع اللي حوالينا، من اشخاص ومن اماكن مختلفة، هنتعرف فيه على معلومات جميلة جدا وهنعرفها كلها ان شاء الله مع بعض. بعد الثري يونتس دول او الثلاث وحدات دول، بناخد حاجة اسمها review one او المراجعة رقم واحد، المراجعة الاولانية. وطبعا هنراجع فيها على الثلاث وحدات اللي احنا خدناهم او على الثري يونتس اللي احنا خدناهم في سيم 1 او في المحور الاول. وبناخد بعد كده حاجة اسمها non-fiction reader، يعني غير خيالي، non يعني غير او لا، fiction يعني خيالي، وreader يعني قصة او ستوري صغيرة نقدر نقراها مع بعض. وطبعا non-fiction reader او القصة اللي احنا هناخدها بعد المحور الأول اسمها Homes Around the World، البيوت حول العالم، بيكلمك عن أشكال البيوت في البلاد المختلفة وفي الأماكن المختلفة، هنتعرف عليها مع بعض وهناخد نبذة صغيرة عنها وهنتكلم عنها شوية. Theme 2 أو المحور الثاني اسمه The World Around Me أو العالم من حولي. طبعا المحور ده بيكلمنا عن العالم حوالينا وبيدينا بعض المعلومات الجميلة،
وطبعا المحور ده بينقسم ل 3 units زي ما قلنا. اولهم unit 4. unit 4 او الوحدة الرابعة اسمها on the farm. on the farm في المزرعة بيكلمنا طبعا عن المزرعة والحيوانات الموجودة في المزرعة وشكلها عامل ازاي، وبيدينا معلومات جميلة جدا عن الجزء ده. unit 5 اسمها transportation. transportation او وسائل المواصلات، وسائل النقل. بيكلمنا في اليونت دي عن وسائل المواصلات المختلفة بأشكالها المختلفة، العربية والطيارة والعجلة والقطر والباص او الاوتوبيس، يعني كل اشكال وسائل المواصلات او الترانسبورتيشن المختلفة. ويونت 6 او الوحدة الستة اسمها the world around us. the world around us us حولنا، us احنا، العالم من حولنا، وبيكلمنا عن بعض المعلومات الخاصة بالبيئة وبالعالم اللي حوالينا. بعد الـ 3 units او التلات وحدات دول في review 2 او المراجعة التانية بيراجع معانا على الحاجات اللي احنا اخدناها في الـ 3 units اللي فاتوا او التلات وحدات اللي خدناهم في المحور التاني. بعد كده في حاجة اسمها fiction reader. fiction reader او قصة خيالية، fiction يعني خيالي، وطبعا الفيكشن ريدر بتاعتنا في المحور التاني اسمها The Little Red Hen. The Little Red Hen الدجاجة الصغيرة الحمراء، واحنا شرحناها وموجودة عندكم على القناة، تقدروا تتفرجوا عليها مع التكرار والإعادة، شرح مفصل وجميلة هتعجبكم جدا إن شاء الله. وبكده نكون عرفنا ايه هي الكونتنتس او المحتويات الخاصة بمنهج Connect Plus الترم الأول. وزي ما واضح يا أصحابي من الكونتنتس بتاعت Connect Plus إن هو مرتبط ارتباط وثيق بمنهج Discover أو منهج اكتشف اللي احنا بناخده، وهو مشروح عندكم بشكل كامل واللينكات بتاعته موجودة برضو على القناة، لو حابين ترجعوا له تقدروا تذكروه دلوقتي لحد ما نشرح منهج Connect Plus أول بأول، وكمان نحل الأكتيفيتي بوك بتاعه مع بعض إن شاء الله. في الختام أتمنى إن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سيب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.